يومياً وعلى مدار الأسبوع كتنطلق حافلات المعرفة من أمام المركز السوسيو تربوي بخريبكا، وعلى متنها أساتذة مؤسسة سندي اللي حملوا على عاتقهم مسؤولية دعم وتقوية أطفال العالم القروي في مواد اللغة الفرنسية والرياضيات. اليوم حنا ضياف على الأساتذة ورافقناهم على متن حافلة المعرفة اللي شدات بين الطريق اتجاه مدرسة سوق ميس ولد عزوز واللي كتبعد 49 كيلومتر على مدينة خريبكة. الطريق لمدرسة الخميس ما كانتش مملة بسبب الأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة اللي كانت على جنبات الطريق، واللي كانت مرصعة بألوان مختلفة من الورود اللي زينت جمالية الأراضي الفلاحية واللي اكتسات حلة بهية بعد الأمطار الأخيرة. في هذه المبادرة كيشتغلوا الأساتذة على المقررات والدروس اللي كياخدوها التلاميذ داخل الفصول الدراسية ديالهم، وكيقوموا بتحويلها من محتوى بيداغوجي لمحتوى رقمي لتسهيل عملية الفهم والتواصل مع الأطفال. احنا اليوم كاينين في حافلة ديال المعرفة اللي هي حافلة بيداغوجية متنقلة عبارة عن قسم متنقل كنديروا فيه المادة ديال اللغة الفرنسية. اليوم خدمت مع الدراري واحد لاكتيفيتي ديال لي بارتي دو كور، دونك خديت هذاك لو كونتوني بيداغوجيك حولته لان كونتوني نيميريك عباره على واحد لا فيديو اللي افيشيتها الوليدات باش شافوا لي بارتي دو كور، ابري عطيتها ليهم كوم اكزارسيس في لي بابي باش يرسخوا المعلومات. بالنسبه للوليدات كيعجبهم لي سيونس في البيس حيت كوم سا كيكابتيو احسن من لا كلاس، يعني عندهم واحد لومبيونس مبدله على القسم على السبوره وعلى داكشي اللي نورمالمون هما كيخدموا به. محمد أستاذ مادة الرياضيات تحدث لنا على طريقة شغالهم كأساتذة على الجانب الرقمي الحديث واللي جديد على أطفال البوادي، بالإضافة لكل أنشطة اللي انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مردود التلاميذ وظهرت بشكل واضح في النتائج المحصل عليها نهاية السنة واللي اعترفوا بها حتى الأساتذة ديالهم داخل المؤسسة. تنديروا لهم في الأول ديال السنة واحد ديغنوستيك واحد تشخيص بالنسبة لكل تلميذ ولا كل مستفيد، وتنخدموا بواحد لي ماليط بيداغوجي واحد الحقيبه بيداغوجيه، وهاد الحقيبه البيداغوجيه حتى هي تردوها لواحد البرنامج وتنخدموا بادوات رقميه بحال لي طابليت وبحال الكارت هو، وتنديروا مع هاد الانشطه هادو اللي تنديروهم تنديروا انشطه موازيه بالنسبه للتلميذ هو في المسرح وفي الرسم وبالنسبه للموسيقى. رضا وجيهان من تلاميذ مدرسه الخميس كيقراو في المستوى الرابع ابتدائي وكيجيو قبل وقت الحصص الدراسيه ديالهم باش يستافدوا من الدروس والانشطه اللي كتقدم لهم في الحافله. سميتي جيهان الدرحاني، تقرا في سوق الخميس المستوى الرابع، تنطلعوا البيس تنتعلموا فيه شحال من حوايج، عزيزة لقى العربية والفرنسية، تنديرو الفرنسية والعربية والرسم والأغاني والموسيقى. عجبتني الحصة ديال اليوم ودرنا فيها لبارتي ديكور حيت نتعلمو بالموسيقى والرسم وبزاف ديال الحوايج. سميتي رضا صيام، كنقرا في مدرسة سوق الخميس و كنقرا في المستوى الرابع، وهاد الجمعية ديال السندي عاونتني باش نجوز هاد المرحلة ديال حيتاش كنعرفش نقرا الفرنسي مزيان، واليوم هاد الحصة عجبتني وقرينا فيها لي بارتي دو كور. المشروع كان مجرد فكرة، عمل المكتب الشريف للفوسفات بشراكة مع مؤسسة سندي لتحقيقها على أرض الواقع، بتحويل جوج الحافلات الخاصة بنقل المستخدمين أقسام رقمية متنقلة كيشرف عليها طاقم من 6 أساتذة من الكفاءات المحلية، وكيستافد منها حوالي 500 تلميذ كينحدروا من 3 جماعات قروية، هي جماعة الفاسيس، جماعة الفقرة، وجماعة ولاد عزوز، حسب ما جاء في تصريح ديال الحسين ايت ابراهيم. فكرة حافلة المعرفة هي واحد الفكرة اللي فكروا فيها الناس ديال المجمع الشريف وصفات،
واللي حاليا المبادره ديال هذه الحافله كتبناها اكت فور كوميونيتي التابعه لمجمع شرف فوسفات بشراكه مع مؤسسه سندي اللي هي الشريك ديالنا، وكذلك بتنسيق وتعاون مع المندوبيه الاقليميه للتربيه والتكوين اللي كتوضع لها الاشاره ديالنا المدارس وكل ما نحتاجه من اجل انشاء هذه الفكره. الفكره الاصل ديالها هو انه المجال الرقمي، بحكم ان مجمع شرف فوسفات كيشتغل بزاف في المجال ديال الرقمنه ديال جميع المساطير ديالو والاجراءات ديالو، قال علاش لا ان المحيط ديالي يستفد من هذه الرقمنه هذه. ولاحظنا بان المنطلق الرئيسي من اجل انجاح هذه الفكره هو المدارس، لان فيها الناشئه واللي يمكن نوصلوا لها هذه التقنيات. هذه الحافله كانت في الاساس هي حافله لنقل المستخدمين، هما حافلتين اشتغلنا عليهم باش نحولوهم الى قسم اللي ممكن ليه يستقبل التلاميذ. الحافله كتنطلق بنقل الاساتذه اللي كينشطوا هذه الحافلتين اللي هما 6 اساتذه من الكفاءات المحليه، وكتستقبل التلاميذ ملي كتوقف حدا المدرسه. الحافله بصفتها يعني متنقله كتمكننا اننا نوصلوا لواحد العدد ديال 500 تلميذ في هذه المدارس 7، وكنسهلوا عليهم التعلم من بعد ما كيتلقاو التعلم في الاقسام من طرف الاساتذه ديالهم. حنا كنجيو كداعم لذاك الشيء اللي كياخذوا الاستاذ اللي كياخذوا التلميذ في القسم، وكنستعملوا الشاشه التفاعليه اللي عندها ارتباط بالانترنت كتخرجي واللي كتشتغل بالطاقه الشمسيه كما كتلاحظوا، او لا بمصادر اخرى ديال الطاقه اللي هو الجروب الكتروجين، او لا الكهرباء اللي كناخذوه من المدرسه. حميدي ادم رئيس المشروع مؤسسه سندي اكد ان هذه التجربه الفريده عندها دور كبير في مساعده التلاميذ على الاستيعاب الجيد، خصوصا مع التطور التكنولوجي اللي تم استغلاله في محاربه الهدر المدرسي بالعالم القروي. مشروع انطلق في 2018 بمبادره من الاكت فور كوميونيتي التابعه للو سي بي وبشراكه مع المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه. دونك هذا المشروع تيشتمل على قسمين، القسم الاول هو المجال القروي، فكنغطيو 7 ديال المدارس موزعه على 3 ديال الجمعيات القرويه، جامعات قرويه، نفاسيس الفقراء وولاد عزوز. عندنا 500 مستفيد، وكما كتشوفوا معنا اليوم فكنشتغلوا بدي سوبور نوميريك، منهم 2 ديال الحافلات رقميه بيداغوجيه رقميه سو فورم دو كلاس، وهي حافلات صديقه للبيئه كتشتغل بالانرجي سولير الكترو الجروب الكتروجين وكذلك الكهرباء. دونك الهدف ديالنا من هذا البرنامج ان كل تلميذ من المستوى الثالث للمستوى السادس يستافد من حصتين، الحصه الاولى بالفرنسيه اللي كتكون في الحافله اللي كنسميوهم حافله المعرفه، كتمتد الحصه لساعتين، وعندنا الحصص ديال الرياضيات كيداروا بطريقه الاعتياديه في المدارس باش نقدروا نشملوا 500 مستفيد في العالم القروي. وكن جو بروفيتي من لوكازيون باش نشكر المديرين والاطر اللي كتشتغل في المدارس المستفيده للدعم ديالهم للفكره ولتقديم جميع الظروف باش ننجحوا هذا المشروع هذا.